كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بمركز عيسى الثقافي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وذلك للسلام على جلالته. وقد رحب جلالته بهذه النخبة من رجال ونساء البحرين الذين أخذوا على عاتقهم تحمل هذه المسؤولية لخدمة الوطن والمواطن وتعزيز النهج الديمقراطي، معربا عن تهانيه الخالصة لأعضاء مجلس الشورى على تعيينهم وأعضاء المجلس النيابي وأعضاء المجلس البلدي على الثقة الكبيرة التي أولاها إياهم شعب البحرين الكريم بانتخابهم لتمثيله تحت قبة البرلمان. وأكد جلالته أن السلطة التشريعية بمجلسيها تطلع بمسؤولية وطنية مهمة، وأن التوافق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أمر أساسي لمواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات تنموية والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتطوير بهدف تحقيق كل ما فيه خير البحرين ورخاء شعبها العزيز. وأشاد جلالة الملك المفدى بالإنجازات التي حققها المجلسان خلال الفترة الماضية ودورهما المحوري في تطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون والدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه والإنجازات التي حققتها المجالس البلدية في تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن. وأعرب جلالته عن اعتزازه بتكاتف أهل البحرين وحرصهم على الترابط وتوحيد الكلمة، مثمنا عطاءهم في كافة المجالات وما يقومون به من دور هام في تعزيز ريادة المملكة على كافة المستويات. وأكد جلالته تطلعه أن يشهد دور الانعقاد الجديد تحقيق المزيد من المنجزات التي تخدم مسيرة العمل الوطني، متمنيا لأعضاء السلطة التشريعية كل التوفيق والسداد في أداء مهامهم المقبلة. ومن جانبهم أعرب أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية عن خالص شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على توجيهاته السديدة وحرصه على تعزيز مسيرة العمل الديمقراطي من خلال دعمه اللامحدود للسلطة التشريعية وإشادته بما حققته من إنجازات ومكاسب خلال عهده الزاهر.
هذا واستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا اليوم بمركز عيسى الثقافي عدداً من المواطنين المتقدمين في السن الذين شاركوا في الانتخابات النيابية والبلدية التي عقدت مؤخراً وذلك للسلام على جلالته. وقد رحب جلالة العاهل المفدى برجالات ونساء البحرين الكرام الأوفياء وأعرب عن خالص شكره وتقديره لهم على روحهم الوطنية العالية وحرصهم على تلبية نداء الواجب بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، حيث ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن والولاء لقيادته والانتماء لهذه الأرض الطيبة المعطاءة. وأشاد جلالته بعطائهم وإسهاماتهم المشهودة في مسيرة النهضة الوطنية الشاملة التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد وسار على نهجهم الأبناء في مختلف المجالات والقطاعات، مؤكدا أن البحرين تمضي قدما في طريق التقدم والازدهار بتوفيق من الله تعالى وبسواعد مواطنيها وجهودهم المخلصة وتقديرا من جلالة الملك المفدى لمشاركتهم الوطنية. وتفضل جلالته بمنحهم وسام البحرين متمنيا لهم موفور الصحة والعافية وطول العمر. ومن جانبهم رفع المواطنون المكرمون أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان لجلالة الملك المفدى على ما حظوا به من حفاوة وتقدير وتكريم من لدن جلالته، سائلين المولى عز وجل أن يحفظه ويوفقه ويرعاه وأن يديم على المملكة الخير والأمان والرخاء تحت قيادة جلالته الحكيمة.